هذا وأكد السيد عادل العسومي رئيس البرلمان العربي خلال اتصال هاتفي في نشرة سابقة، أكد على إدانة البرلمان للتدخلات في الشؤون الداخلية للدول العربية، مشددا في الوقت نفسه على ضرورة احترام الأديان وعدم الإساءة لها. وعرض البيان العربي في بيان عن إدانة التدخلات البرلمان الأوروبي في الشأن الداخلي العربي بشكل عام، طبعا أكد كذلك وندد بأشد العبارات على حرق القرآن الكريم في السويد، مطالبا دول العالم أجمع بسن قوانين تمنع مثل تلك الأحداث التي تسيء إلى الإسلام، داعيا لاحترام الأديان بين دول العالم أجمع، كما طالب البرلمان العربي الدول بمع تكرار مثل تلك الأحداث التي تعزز من الصراع الديني. طبعا البرلمان العربي سيستمر في التواصل مع المنظمات والهيئات الدولية في الدفاع عن الدين الإسلامي وعن القضايا العربية، ومن خلال السعي لوضع قوانين دولية تمنع تلك التصرفات التي للأسف تفرق الكثير من الأمور داخل المجتمع الدولي.